بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كان اللقاء الثاني اللي هو تتم اللقاء اللي كان الأسبوع الفارط في مدينة القنيطرة، واللي كان جمع المنتخبين التجمعيين سواء منهم المستشارين الجماعيين أو المنتخبين ديال الغرف لتأسيس المكتب الإقليمي ديال المنظمة الوطنية للمنتخبين التجمعيين بالمغرب. طبعا خلال الاسبوع اللي فات كنا انتخبنا او لا كانوا الجماعات عينوا المنتدبين ديالهم في المجلس الاداري. المجلس الاداري اللي كيتكون من الرؤساء ديال الجماعات وممثلي الجماعات وممثلي الغرف المهنيه والمجلس الاقليمي والمجلس الجهوي. اليوم تم انتخاب المكتب الاقليمي اللي كيتكون من 25 عضو، وتم انتخاب عبد ربي عبد الله الوارثي رئيسا بالاجماع لهذا هذا المنتدى او هذا المكتب الاقليمي. ان شاء الله كنتمنوا اننا نكونوا عند حسن الظن، وسنشتغل ان شاء الله على وضع برنامج عمل مرتبط بتنميه الاقليم. بطبيعه الحال غادي يكون الدور الاساسي اللي كيلعبوا فيه هما المنتخبين التجمعيين باش يوجدوا واحد البرنامج ديال العمل متطابق، والوعود اولا والبرنامج الاقليمي والمحلي والوطني اللي تقدم خلال الانتخابات السابقه باش نكونوا عند حسن ظن الناخبين ديالنا على مستوى الاقليم. اليوم تنتواجدوا في جامعه مولاي بوسلام اللي كملنا فيها الترتيب ولا الانتخابات ديال المكتب ديال المنتخبين والمنتخبات التجمع الوطني الاحرار باقليم القنيطره. الحمد لله دازت الامور كلها يعني بجو اخوي بالتراضي بالتوافق ديال الجميع. تم انتخاب السي عبد الله الوارثي القيدوم السياسي هو الرئيس ديال هذا المكتب ديال المنتخبين والمنتخبات بالاجماع، ودرنا يعني التمثيليه كانت على حساب كل الجماعات الترابيه كلها تكون ممثله، الغرف حتى هي غتكون ممثله في هذا الاقليم، والجهات هي غتكون ممثله في هذا الاقليم، كل شيء يعني تيصف في اتجاه ديال التوافق وديال العمل الجدي. درنا برنامج عمل وهو غنزلوا عند كل جماعه ترابيه وغادي ناخذوا البرنامج عمل ديالها وغادي ندافعوا عليه على مستوى الاقليم، ندافعوا عليه على مستوى الجهه، وندافعوا عليه على مستوى الوطني في القطاعات الحكوميه. يعني الاهم من هذا الشيء هذا هو تسطير هذا البرنامج لسياسه ديال القرب، سياسه التشارك التي تنص عليها السي عزيز اخنوش على اساس السيد الرئيس، على اساس ننزلوا عند المواطنين ونعرفوا شنو الاولويات، وغنمشيو بالاولويات على حساب البرنامج اللي غادي يتعطى. كذلك بمجلس مدينه القنيطره تم اليوم انتخاب الهيئه الاقليميه لمنتخبي حزب التجمع الوطني للاحرار. دازت الامور بسلاسه وفي هدوء تام لانه تم التوافق على المكتب وكذلك المجلس. المهم في هذا الشيء ان الطريقه ديال الاشتغال اللي غادي تكون، ونزلوا البرنامج الوطني اللي حط السيد الرئيس ديال رئيس الحكومة الحالي واللي هو رئيس الحزب نحطوه على أرض الواقع، هذا هو اللي أهم من هذا الشيء كامل. إذا اليوم كانت عندنا تكملة المكتب ديال المستشارين التجمعيين، الحمد لله اللي داز اجتماع أحسن ما يرام، داز بالتوافق اللي انتخب فيه السيد الأخ سي عبد الله الوارثي ورئيس المنظمة التجمعية إقليم القنيطرة، والمكتب كامل، وداز في واحد اجواء الحمد لله اجواء طيبه، واجواء الاخوان كلهم الحمد لله كانوا ملتزمين وكل شيء دخل المكتب الاخوان، وشكرا. هذا هو الاجتماع ديال اليوم، والحمد لله الى هو يراه باقي تابعنا تنكملوا الهياكل. باقي عندنا المؤتمر ان شاء الله نهار لو 21، عندنا المؤتمر ديال الحزب وباقي تابعنا الحمد لله كملوا الهياكل ديال الحزب على اساس باش نوضوا اللي على العاتق ديالنا ديال السكينه باش نوضوا نتعاونوا عليها، والوعود اللي وعدنا الناس في الانتخابات باش نكملوا معاهم الوعود ديالنا. هذه هي الصيغه وهذه هو هذا الشيء، علاش هاد التجمعات وهذا الشيء اللي ما غيكمل هذا تيكمل هذا، اللي ما كاينش ديال المنتخبون تتكملوا المنظمه
هذا هو الهدف ديالنا ديال هاد الاجتماعات كامله، باش نكونوا ان شاء الله في حسن ديال الساكنه اللي صوتت علينا.